وللاطلاع عن كثب حول الأوضاع في فلسطين المحتلة ينضم إلينا من هناك مراسلنا حافظ أبو صبرة. أهلا بك حافظ، يعني ضعنا في صورة المستجدات الأخيرة فيما يتعلق بفيروس كورونا في الأراضي المحتلة. نعم محمد، يعني الجديد هو تسجيل فلسطين لإصابة واحدة مساء، 6 إصابات صباحا، 7 إصابات لهذا اليوم هي حصيلة إصابات فيروس كورونا في فلسطين المحتلة. ولكن الجيد أن فلسطين سجلت 18 حالة شفاء لمواطنين مصابين بفيروس كورونا في محافظتي بيت لحم ورام الله. إذا عدد الذين تشافوا من الإصابات 42 حالة شفاء من بين 261 إصابة سجلتها فلسطين بفيروس كورونا منذ وصولها إلى الأراضي الفلسطينية عقب اكتشاف 7 حالات من المخالطين لوفد يوناني سياحي في مدينة بيت لحم يوم الرابع من أذار الماضي. إذا هذه الصورة فيما يتعلق بالإصابات، كل الحالات مستقرة، الذين كانوا في غرف العناية المكثفة خرجوا منها وهي 3 حالات، لم يعودوا يحتاجوا للبقاء على جهاز التنفس الصناعي. إذا كل الحالات مستقرة. الحالات التي اكتشفت اليوم في مناطق قطمة وبدو من بينها حالة لطفل يبلغ من العمر 1 عام فقط، وهنا يعني أكد الناطق باسم الحكومة وأكد رئيس قسم الأمراض والأوبئة في وزارة الصحة الفلسطينية على ضرورة عدم التزاور، خصوصا وأن يعني السبب في الوصول حالة الطفل سيف إصابته بفيروس كورونا هي نتيجة الزيارات العائلية لمخالطين لعمال عائدين من الداخل المحتل عام 48. إذن تبقى قضية العمال هي الشغل الشاغل للفلسطينيين بالإضافة إلى التزاور والعلاقات الاجتماعية. فيما يتعلق بالإجراءات على الأرض، الحكومة الفلسطينية وخصوصا الأجهزة الأمنية نشرت حواجز أكثر، هي حواجز للمحبة كما يسميها الفلسطينيون اليوم، في داخل المدن الفلسطينية وعلى مداخل القرى والمخيمات. هنا نحن على سبيل المثال يعني في أحد الحواجز أو بالقرب من أحد الحواجز هنا في مدينة نابلس في المنطقة الغربية من المدينة، حيث شارع جامعة نجاح الوطنية الحرم القديم. هذا الحاجز ليس هنا ليمنع حركة المواطنين بل للحد من هذه الحركة وجعلها تقتصر فقط على الخروج من المنازل إلا لحالات الضرورة فقط. إذا كما قلت الصورة اليوم أفضل من اليومين السابقين، التزام المواطنين بالإجراءات وعدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة أكبر من الأيام السابقة، هذا بفعل تعاون وتكاتف الأجهزة الأمنية بمختلف أشكالها، سواء الأمن الوقائي أو الأمن الوطني أو حتى جهاز المخابرات وأفراد الشرطة الفلسطينية على اختلاف انتماءاتهم الشرطية. يعني الفكرة التي نتحدث عنها اليوم أن جهاز المخابرات في ظل هذه حرب السوق السوداء في العالم فيما يتعلق بالحصول على مساحات اختبار لفحوصات فيروس كورونا، أوصل اليوم لوزارة الصحة الفلسطينية 10,000 فحص لفيروس كورونا بعد أن كان أوصل 15,000 مسحة خلال الأسبوع الماضي. هذه الصورة إلى الآن، يبقى أن نقول كما يقول دوما الناطق والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، ابقوا في منازلكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. إذن هذه الصورة هنا في فلسطين المحتلة، التزام جيد بكل الإجراءات الحكومية التي يعني أشادت بها منظمة الصحة العالمية، والفلسطينيون يعني سعيدون بهذا الخبر أو سعيدين بهذا الخبر. نعم. اليوم الذي قال بأن هناك 18 حالة تشافي في محافظتي رام الله وبيت لحم خرجوا من المستشفيات والحجر الصحي المركزي هناك في هذه المدن. نعم. وتوجهوا إلى منازلهم لقضاء 14 يوما حجرا منزليا. مراسلنا حافظ أبو صبرة من نابلس كنت معنا، شكرا جزيلا لك.